تحت شعار أحلى عيدية وبمشاركة نخبة من الأسماء في الوطن العربي، تطلق الهيئة العامة للترفيه برنامجها الترفيهي الخاص باحتفالات العيد الذي سيبدأ أول أيام عيد الفطر المبارك ويستمر حتى 6 شوال في مختلف مناطق المملكة. سماء المملكة اليوم في جميع مناطقها على موعد مع إطلاق الألعاب النارية احتفالا بالعيد، إضافة إلى وجود 14 عرضا مسرحيا تضم نخبة من ممثلي الوطن العربي، إلى جانب 14 حفلة غنائية لأبرز نجوم الغناء الخليجي والعربي، في خطوة تسعى من خلالها الهيئة إلى زيادة المظاهر الفرح والسعادة التي ترتبط بالاحتفاء بهذه المناسبة. خلال 5 سنوات الماضية لعب قطاع الترفيه بالمملكة بأشكاله المختلفة دورا مهما في التنوع الثقافي والنمو الاقتصادي والارتقاء بمستوى القطاع من خلال إطلاق العديد من الفعاليات والمهرجانات والمعارض، كما ساهم في تحقيق تطلعات برنامج جودة الحياة ومستهدفات رؤية المملكة من خلال تطوير وتنظيم قطاع الترفيه لجذب المستثمرين وتعزيز مشاركة المواطنين والمقيمين في الأنشطة الترفيهية وتوليد الوظائف وتحقيق التنوع الاقتصادي للمملكة.